ستي العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلته زاح منها صوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة خويا راح هاي هاي انا جبت لك مريه. صباح الخير. عارف زين اش الفهم كملت فطور صحه وبشفاش ما انت في العداء. البس البس المرايات وتقصدر نعرفك انك سنظر وش هاودي قول ما تحشمش رب بوشه بحال خوك ماشي بران. وش قال لك اخي لا على حين بيرك معانسة ولا يعمل عملية بالليزر. وش دخلك انت نحكي لنا والسيد وش ها قدك شو عمره سيكو سيكو تشوف فيه مدخدس زيك جديد نعمل صرت نعرف ديما تشوف فيه مدخدس. وانا بقى صباحكم بالخير ولا هنا هنا وغيت صباح الخير يا ام خير. هلا هاني نسمع فيكم تهدرسوا. لا لا سيكو سيكو جالب بتبش علاقة حبيب وسا من هنا ومن هنا. هاي لا لا معقول ياسر خلاص هذاك تلقيه رب عليه الكبد. هاي تعرف هتفلة جبالة وخيك الفهم هذاي مالي عمره 3 سنين متربي مع البهي. هاي حتى تخلي يقرأ قعد يهز فيه للمدرسة ويدخله للقصر. لا 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 واقرا معاه خلاص التعبين وبعد عاد تفيرقوا. وليش تفيرقوا خويلتي بعتوه؟ لا 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 ما هو فهم ولدي يذكروا بالخير دوب 6 سنين في السنه الاولى بي لمكن نيت البي من جهه. كما يقولوا جاك الشرب ينكول اكون زيد المال لبتاتي. حبيني شفاما شبين ياخذوني انا في الصالة ها؟ ربي شكون روح بينا ايوه هما اللي فضلوا من الرشيت متاع القهوه يا حبيبي اللي عملتها بالخلنا يا ربي يا ربي اخر حاجه نفكر هنا نوقف هكا شديت كعبه الزيتون اللي نجيت باش ناكلها ونشوف شو حاجه جايتني لعيني ببونيا بونيا حاجه اه
تعالي تعالي. يا يا سعيد يا يا فضيم سعيد يا حسين يا حسين يا سعيد كان انت ما سمحتوا سيلانسير انا سمحت ببري يا سلاح أسا ليح وعيون خضرو ليلة بليلة وقيلة مش مخضر وقيلة زرق حمر يا أما حمر أما خيط تبتش العسيد اليوم راني نخدم في اللافلي قالوا مش دينا الانتخابات نحب ندخل السيكو السيكو للندوة ليلة ليلة ما تخسيش الدنيا سخنت ما جت ثمانية كان الندوة شيحت اقعد 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 كل عصيدة وانا باعد قريب بطيب تعرف يا أمه من اللي تغربت لهنا في تونس العصيدة ذي نثبت عليها ثبت صوت وليش وليدي من وهك كان شتيت هويج اضرب لي في القزيلة نطيب هيلك ونبعثها مع الواجهة ولد عيشة طويلة توصل ليك وانا بها تغلي لا لا ماشي تغلي تفور خلاص وراك ببيش تدفيع تقولش عليك مش شط كفران كفران روح الجماعة سيفاهم تنقول ليك واش تنشوط حاجة أطفال يا جبل ما قلتش لي وراك من البارح تدفيح تقول تصف طابية أنت هندي هلا واش بيك أما خيط ما بيه شيء عمر التعبة خلاص تعرف ببيش ننسى كده بالزيت خاصة زيت الحاكم دايا دايا حاجة أطفال فيه يرحم أميمتك فيك ردادك الهندي تاع البارح وأنا بيه ذي بين ذو بيه واش إني رأي هايلين هايلين يا خالتي انا حتى نام البارح وانا نستطعم استطعم سلحة لزون نقول فهم خيب ايه يا طفل يا جبل هل تتوكل العصيد تنوكل الظلفة خالتي هل تنوكل الكيكة صايم بالفطور يخلي بقع قداش فات ليك هاتف الله جاب الله بالذي ليه ليه لا هو يضحك الميت هو متكي ليه لا مشو متكي وقيلة متوفي خلاص ترب بيش نظر نوضع منا التفحيجات خلنا نضحك شوية مدام التابك العصيبة تعرف يا أمر ببوش هذا اتفاد ليك يجري في دم وصل اي 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 اترى نوضع من لينا دورة وعكلة ثم سمي يأكل فيك رب لا 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 ثم سمي يفتح عليك ربي جا ربي خيرتي كركوزنا هنا قدامك هلا ويش واش ببوش ما تخدش خاطر يا اما شو تصبير ايه صبير هاي وين راك تتعس هاتفولها جبال ايه براس السبتي ولدك اللي جاي في اثنين لا 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 نول نول قلت لك السبتي ولدك راه باي خيرتي باي الله مبارك هاني فحش اضحكوا 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 ها 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 أنا ربطوش أنا ما هو بحاجة والصرحة المبروكة دكوش راح نديره معاه هو مسكين راه وستعرف باللي غلط غلطة كبيرة بزاف ونادم مش حق علينا باش نحقروه هكا لا لا يا لا لازمو يتربى لا يزي فسد فليسة تخته لا يزي ركبنا رعبة سقط لنا قلوبنا حتى لو كان شاور تاتا حتى كان شاورك أنا متأكدة بلي ماش باش توافقي وعليش تحبني نوافقه لله بالك شي يلزمني نقول له اي بابا خرج انت والمراه وما تنسيش ترشق صانعه زيده زيد طول الكلام انا رزاني في فليساتي روسيت متاع جمعه كامله صرفها هو في ليله واحده ايوه يا امي رحمه بويا لو كانت نبت غادي يا طيب بالله سامحني يا تاتا سامحيه الله يخليك ياك طلب منك سماح الناس قاع تغلط نورمال هيا سيتو بلي تاتا يعيشك زيدني طرف قهوه حجله خلو قد لكم وكوين ماشي عجله قل لها ماشي للقهوه قلو زايد عليك ما عادش تحط فيها سيقك عامل على فعلك الباهيه عجله قال لك من جزء ضربت لي ساقي في الفرش ولا رميني في التالي كما مستانسه
قالوا شد التليفون نتاعك، قالت لك امك يطلبك شي وسام ولد المعزون راهو توحشك مسيكل. تعرف كان سمعتوا بيه نهار نزل فول الغوم في الشعامبي ملومني حد. الشعامبي هو يهبط راس الزنقه بعد الثمانيه، يهبط سطن الزبله يطلع الكيب وترعش وقلبه باش يخرج من بقعته بالخوف. قال لي الشعامبي. اي مرحبا 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 يا سيدي. هز الليكس هز الليكس ديليكس سال عكريمه كريمه. هز الليكس يا سيدي، البس وتمتع يا فلان. وهي وهي هندي والكرد صندي والمسمن عندي. وهي ننصحك في الحلزون كما نفعتكش البوماده والزيت، حك حك بالتراب والطوب ضربه ضربه. باهي باهي فيهم باهي. هاي بيناتنا الايام ماني نخطفك. بالك نسيت نفذت الهريسه في الشامبو والفرش، وخاصه خاصه ست بوسات. راني ما نعملش ما نعملش، لما كنت كي نعمل عمله تدز كيت الاشر. ولذا ننصحك تقعد رايد على روحك وانت قاعد بطبيعتك. وانت بطبيعتك تتفاحش، علاش ما تشاركش في سباق الحاجز؟ هذا كهو ناقصني كان هذا. لنا جهل الجدال، اللغة مفبركة والوجوه مفبركة والقلوب مشدودة بالدم. جهل الجدال، جهل الجدال. خيرت وين ماشي؟ جايتك لك انت. صقرني تراجيه هطفلها جبال. تو الطفله خميس. زعما انت تقعد ياسر وانا بيه في القهوه. لا لا ماش في القهوه، في الاسبيطار. لا 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 خيرتي. تو دوب ما يتنوع ذريري تروح. لا 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 سواء. هي ما علينيش. وتو ناليش من قاعده في تونس. وانا بيه والبقره كساندرا قاعد توحدها خيرتي. نقول ناقول الله خير من قولي. ينجيبوها يا روحوها. ليلة ليلة الروح وش قاعدين ندنوا هنا. والله يا شو قال لك يا خيرتي. خير ما حسب قال بيكم. مرحبا بيكم يا خطوم ضيافة. مال هذاك هو كي حلفت نقعد. هي كيتي 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 خطونا حلفت حياتي يا أخي المنجي. مازالوا في لاشامبر؟ مازال أختي مسكر على روحه. ما هو كيكا هو كي يعمل عملة يسكر على روحه كالعادة، ومن بعد كي يخرج يضرب ديبريسيون. يا حياة نوع مع المسكين اللي صار صار، خليه باش يرجع لخدمته. وين يرجع؟ للقهوة سيقو ما عادش يحطها غادي. شبيك يا حاج لو خيتي؟ راهي روسيت نتاع جمعة كاملة مشيها في ليلة، وزيد رجع شرب وماكل طريحة وتقول لي رجعوا. أنا خدمته في القهوة بالصيف على قلبي. هيكا جات منه مش مني. هكاكا ما يلومني حد. حياتي حبيت انه راح نهدر معاه. لا تهدر معاه لا يهدر معاك، خليه تو يقعد يقعد ويخرج وبربي يفك علينا من منجي. قولي وانت ايش عملت مع منجي الاخر؟ مع منجي الاخر كلمني صباح يا اخي، قال لي حبي يجي للدار. سيبش يجي يخطب. وين باش يجي يخطب يا حياتي؟ هو حبي يجي باش يتعرف عليكم وتعطوا لي رايكم فيه. و يا اخي صبات هذا باش تشريف نعطيو كراينا فيه. أبخي تو انت اللي باش تعيش معاه مش احنا. يا حياتي ما يسالش، خليه باش يجي وشوفوه انتوما. يجي وقتاش؟ قالك يحب يجي؟ هو قال لي شوفي العائله وقتاش يساعدهم من بعد نجي. ها وخيتي على الراس والعين. اما حجايله فوت لي هالنهارين هذوما وبعد ما راح بنتي. يا حجله. نعم تطلع. عايش بدي شوف لي هالورقه اش فيها. تاتا هذه الورقة راهي فاتورة. فاتورة؟ تاع شنو؟ فاتورة تاع الريستورون. ملا احنا هوني قلوبنا باش تسقط بالفجعة عليه. وسيدة في الريستورون قداش فيها؟
فيها 860 دينار يا تاتا. اوه وعلى ساعتي 860 دينار يا ما يصرف 860 دينار ويروح عينه زرقاء. ثبت عيش بنتي بالك 80 دينار. ترا حجلة ترا. هي يمي السيد مضيف سبعة من الناس على الحوت وعلى السادي. 860 دينار في السمكة. تاتا 860 مش الكلها حوت. شو مازال بعد الحوت؟ شرا شقف دخل بيه في البحر؟ اي يمي فما شقوفات اما من نوع اخر. لا لا حياة ما تقوليش يا ولدي ولا كي ولد رقية يشرب لي في البيرة حشا الشهر. بيرة ولدك تعدى طول للوسكي. الحمد لله يا ربي. ولا انت قديش تكبرها هيك لهي الورقة هيك تضحك. منجي. نعم يا نجمش تقولي هالورقة اش فيها؟ لقيتها في مكتوب سرويلك. فاتورة يا فاتورة. فاتورة؟ قداش فيها يا منجي؟ زعما 30 دينار؟ قداش؟ 860 يا 860 شنو هو؟ قداش قداش؟ 860 دينار يا 860 دينار؟ هكا يا منجي تبني في دار وما تقولش لميمتك؟ وش شريت بيهم هال 860 دينار؟ يا جور حديد سيمان اتكلم اتكلم يا 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 وراح بكم لا يا اتكلم سامحني باش تعاود تسالني وراح وين نسامحك نسامحك يا منجي على شنو نسامحك؟ نسامحك على السهريه على 860 دينار على السمك ولا على المنقر حشا هالشهر يا منجي؟ طيب على الزوز على الزوز هيا باهي سيدي مالها هاو باش نادي لاخوالك الزوز مالا نكلمهم يجيو هما يسامحوك. يا حبيبي يا برحمد فوق لا تكلمهم يا لا لا باش نكلمهم على خاطرنا يجعلنيش نسامح روحي على هالظن واللي جبتها. يا حبيبي يا حبيبي يا سمكة بستين دينار كليت بولين هنا كيف حاول نتذكرها هنا حاول نتذكرها هنا عادل ايوه اسمه عادل اختي اللي لعبت له نعيدك من غادي هيك نلقى روحي لعبت في بيت الصلاة 170 دينار غلا يا حبيبي يا يا اخي الواحد كان صور في مرشد دقلو. مرحبا بك يا لالا. مرحبا 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 تفضل قطع دينار برك دينار لا ترب لا ترب حكت فيها بل طلع ديبك عليك واحد نصاب لا يوقف لا يقعد عسلمة بابوشة هاي سلمك خيتي مش حوالك بيش ويحسونك الحمد لله لباس وانتي لباسة الحمد لله خميسة شنو حوالها هاني خيتي يا كيكو برا ربي ان شاء الله يقدر الخير عيبي ربي هي كلمتني البارح وانا وعدتها باش نطلع عليها انتي بعد غدوة كان ماشي كلمني ونمشي معاها باهي لالا الله مبارك حق بابوشة ربي يقول للجماعة اليوم الفطور حذايا يا جماعة انا سابك باهي باهي يبلغ لالا يبلغ لا مدام حياتي شنو حوالك لاباس اهلا فيه شنو هو المنزل صاحبي شبيه ما تجيش للقاه مريف كان تحب اطلبه في التليفون وفي التليفون شاد التليفون اركا ومعروف بالحاجب العيون زيد الشوك عودي برختاني برختاني صباح نبصي عليك لاباس طهر يا علي مطهر اسمع المونجي اي خلاص خويا ما تخممش نوض بدل حوايجك وعمل دوش وش بيك الناس قاعده تغلط نورمال علاه لا فما غلطه من غلطه راهو تو واحد يجي يبايع بيلاتيف في كوب دي مود نورمال ما في بارتي اميكال كونتر زازونا ما قالش بيه ربي راهو فهمت ولا ونجي وحنا وش مدخلنا في الفوتبول تو يا وين كي مو رجال بيه راح كورت بيه ومش وحدة يا جيدة جابت معاه جمعية ستة وجول ونجي وهذه رجا شكونها؟ رجا؟ واحدة هي تكون من سراج الدين الشاحي سراج الدين الشاحي عصره سوية عود درقاء ونبلومي ونبح موجر مونجي ها وش بيك
يا لبس اسمع احكي لك عيني 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 ما زلت ارقاه صراحه عادل حق وكمل زرق لي العين الاخرى بونجي وهذا عادل تاني شكون بيني عم برحمه بوك حجي ركز معي خير لك انا نقول لك انا غير مش قلت لك البارح انا عملت تكويره وعاود اللي في هو مراقب الخط عمل لك عطاني بوني جيب لي خيط يا مونجي وش بك راك ديري هكا اسمع قول لك فيش راك تحس في روحك تو ما نحس حدا شيء نحس كيف عيني توجع فيا تعرف حاجه لا كان ترجع لي شوي خير نجم منه اللي نحس اي قوم هون قوم هات خاطري نجم نوريني نوريني باش نرجع الفورمة ما كانش رجعت وتجيبني على البنك لكن ما نحطنيش من القايمة جملة اي قوم هاني قوم قوم يا اخواني يا ربي يا رجاش تكبر متكي قالوا لا بركيش مش بنتو تاني لكن ولا بازا قديش الديفونس بتاعي يطلع يفلع قالوا حزق وقالوا رلوي ما الحكاية عمري ما كنت نتصور منجي يعمل هك تعرف مدام انا والله من اول مره ريتها فيها كي جيت لهوني الحق ما عجبتنيش ما حبيتش ندخل خفت لي يزيد شعيط عليا قدام الكليونات وا صار هو يعيط عليك ما عندك ما ريت يا مدام خاصه قدامها هي راهو على الاقل حاجه يشدي يمسح بيا القاع غير انا راني جيت الرب العشره وبرا هو سحسون الله يرحمه عمره ما هز عليا صوته ولا دخل لي في خدمتي حتى انت زيد يا منظر علاه ما كلمتنيش في التليفون ولا تعديتي للدار وحكيت لي الحق مدام ما حبيتش ماني نعرف الوضعيه خفت لنجيش نشكي بيه تولي الحكايه بيني وبين الحاج وين الحق نعزها ونقدرها ما نجمش به تهنى اخدم على روحك وما عاد يقلقك حتى حد اما انت زيد يا منظر اقل حاجه تصير في القهوه اعلمني بها في وقتها حاضر مدام تهنى عين نهارك زين عيشك مدام سامحني مدام يا اخي المنجم عاش رجع يخدم هوني وين يرجع يا منظر اللي عمله باش نحسبه انا دفعت بلاي بلاي ونعرف عليش باش يصير من بعد تعرف مدام والله انا كليته خارج معاه قلت شنو هي الهدره هي باش تجي في كاس جو في قهوه في دبوزه ما اما مش الهدره باش توصل عاد للرسالة كلها او هز يا منظر هز شوف منظر انا من هنا لقدام ما نستعرف المنجي كان باللي يشربه الروسات من يدي ليدك حاضر مدام تهنى نهارك زين عايشك مدام سلم على الحاجة الله يعينك درساف عايشك مدام حياة ما شاء الله مكر مفر لا داعي لركوب برداعي أخي المنظر لو تسمح بين قوسين من تكون هذه الأرخة الجميلة نعم انت ليش تسر عليه يا بابا لغاية في نفس يعقوب بين قوسين هذيك مولاة المول يا سي يعقوب الله أكبر ما كنتش نظن أنه الجمال هذا مازال منه لعن الله الرجيم قسما لو كان الرجيم رجلا لقتلته اللي اختاني يا سي حامد وين نخسك أنت يا أنا هذا هو الكاليبر اللي حاجت به الحجم العائلي الجمال العربي الأصيل الذي بدأ في الانقراض واش قلتي توا مخروق هل يعطيني مكبر ليات لا انت واش قلت لي حتى وانا بيه نقول لي لا اله الا الله يا مخروق واش كنت حدث فيه كلام مقال ايه عتي وره يا مارك على المرواح على المرواح لا يكلم فيك على المرواح يا بنتي راه عندي ساعه وانا ينمح نهزف لين فمي صبو خمون كنتي راه راجل اولاد وين عندي نكون هاني حتى من قبيله وانا بها قاعده حسيت واش بك يا ربي يسر فيك انت تروحي ما ندريش وليد عمي وقت فيني ساهر ربي كان ساهر ربي روح وكان وانا بها ما ساهلش هاني قاعده هاي تعرفش كيفاش ما نغدو على الصباح نخذو رب حكايتي والطفله خميس واش بيه الطفله خميس هاو معاه مولا بيتها وخوه واش نطلبوا لها تعزيزات ثاني بنت ثانيه تو عندك مده لهنا انت استعطيها مره ولا هو مرتي شبيك باي ما تحترمش شريط المره سلام
كايتها واش بيك ولا جبل؟ لباس اخي لباس. ماشي لباس، راه مسكين مريض مرض جديد اسمه بفحشة. الله ما عارفين. لما كنت ما تخافش، راه ما يعديش. اخي مدام حيات مرت حسونة يا رحمة، عارض عليكم اليوم تتغدوا عندها. يكثر خيرك وخيرها ويكرم أسرها ومفصلها. إنما ولحيث امرأة عبروزة، تعرفش كيفاش؟ معنا سيدي نمشي نطلوا على الطفل خميس، وكيف نولوا نتغد ونتعشوا ونبات، واليوم تغضوا ونقصدوا رب، ولا تعرفش كيفاش؟ برا لها وحدك كاي. واش يا خيل؟ يا أخي سي مروحين؟ مراك سلح للزون، فرحان؟ واش فرحني يا ودي؟ ممكن تي بو لازم تيروحوا. اخي تحب خالي يضيع مصالح وغادي؟ والله اللي قلت الحق اطفل. واش تحبوني خالي الهواء والخضار وجه ربي ونجي هنا نتخش في الحيوط ناكي في البوكشاش؟ حشاك يا خالي حشاك، انت اصل تونس راك مش كمال في بيها، ويمكن ياسر هواه ما يلمكش. وناي والمني. ايوه سمعت ما وجب الله. خالتك جمعه ذي سيدي ميلوده في باريس، عامة اللي خذيتها فرانسوا ميتيرون ذات نفسه بوجوده، هو سيدي ركبها في الجحف. أنا المغل ني ركبني فرانسوا في الجحف مثبت العيد. أنا من شوي حكيت معك الله يبري ما حاجة تقتل بالضحك يا بي، وقت لي أنا صغير الصغار كل خير مني، حتى وقت لي أنا كبير الكبار كل خير مني زادا. يا قاعد انا قاعدين ايش خير من القاعده. ايوا الو تفضل شكون معايا؟ انا جاي. شكون يا جماعه ما نعرفكش؟ نعم اسمع غلطه في النور راهو مركز الشرطه ايوا فهمت ولا لا؟ انا صاحبتي فطيمه سافا عاش بكل حال هكا. ما هوش عجبني الحال سي المنجي. عامل مرمز. مرمز منك حد يا اخي؟ بالك تخيلك رويق اللي تسيب فيه وكل بوليتيك يتعدى عليا استنست بيه. هيا قوم اخرج سلم على الطفله مش يحذبوها. ما تسمعش كلامها، اعمل شخصيه الراحة. اه وين يا يا فلي؟ مازالت عندي الدوخه من الصينيه نتاع البارح. تمشيشي تمشي من غادي لغادي تروح من غير ما تسلم علينا. اتهني قبل ما نروح باني لا نجي نتعشى عندكم ونبات عندكم. اسمعي مايا ما تنسيش سلمي لي على طونطون بزاف بزاف. اي وما تنساش تقول له على عشاء عادة. اوكي. تاتا ميرسي بوكو، والله غير تشرفت بيكم. وبلا ما نوصيك على المنجي. لا لا تهنى بناتي، رد بالك على روحتك انت برك وسلم على ابوك برشا بزافات. يا بلا مطاطا يا بلا. سلامة مونجي. هاك هاو مروحة مية. لا لا نعدي يامات مع باب من بعد نروح. وتهلا في روحك بزاف. استنى يا بنتي احنا في تورا بورا. استنى في روحك انت بزاف وكهو. اسمعي نقول لك كذا. ما تنساش باش تقول للعياشة ولو قالك المنجي راني نستنى فيك باش نكملو كل كاميرا كوشيلة من الطيمة. منجي نعم. سايب الطفلة تمشي ما عادش بكري عليها. باهي سامحني يا مي ما نجيبش نهبط معاك هنا نخاف نلقاك عاد اللوطة. باهي با تسوسي. لا لا ما تقلقش. اي باي باي يتبوسا. اي اي بسلامة. سلامة بسلامة تو الموند بالصحة. يا جبال. جبالة؟ اي ما عندك شخصية زادة. وما عندي شخصية؟ اسمع بالله قولوا لي شكون في البلاد هذه اللي عنده شخصية؟ ابدا من الفوق حتى للوطن. رئيس الجمعية، للمدرب، للملابي، للي يكور، للي يلف الكورة، والبريب عرر اللي في الدورة بيه. جايلة. يظن لي مناش باش نستنيوه منجي متاعك حتى يجي يتعرف. فاهم يا فاهم.
على بدل واش تحوالك لاباس؟ عايشك لاباس. بربي حبيت نسلك، تعرف شكل لومبي قريب؟ واش تعمل ان شاء الله خير؟ لا لاباس، عندي فيت صغيره نتاع ماء في بيت البانو. انا الخصيه ليش؟ عندنا بباش لهنا صيانه نتاع التصليح، خاصه كراسيك. اسليني نام جرب. اه جامة الامر. عسلامة سي بابوشه. الله يسلمك يا ديفي. لاباس؟ لاباس. اش ما ضرب جيب الماكريال وطلع صلح الفويت عند الدالي. بالحق عندكم فويت؟ اي والله قمنا صبيح لقينا الدنيا عايمة بالماء. هاي باهي لحظة نمشي نجيب الماكريال بتاعي ونجي. عايشك. عايشك سي الفاهم. بنتي ما تخافيش، قد ما تقوم الدنيا تشيح. والفيت هذا مش مش هاك تشوف في البلاد بعد الثورة غطست لهنا في الماء. الفيت في كل مغرب. في الهزارة، في التأسيس، في السياسة، في الإدارة، في التلفزة، في الجرايد، في البنويت، في كل شيء. واللي نكل حتات نتزلطوا في الماء. عاي لله. عاي. شفت الماتريال عنده من ما جميعا. بربر أنا اللي لحق عليك تو. طيب. عسلامة سي بابوشة. يسلمك خويا. شنو أحوالك صافا؟ الحمد لله. أنت هاك مصلح؟ إي إي عندي فويت، مش لينا، عندي فويت الجيران، عندي مفيت أنا طالع نصلح ونجي. هاي ربي هينك. أنا باش نطلع نطلع على الجماعة الفوق، وبعد هاني هابطت لك، حاجتي بيك. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. حتى انت صلح فويت هبط لي حاجتي بيك راس راس. برمز. هذا خميس وقت نطيشه في السبيطار، ربي يعلم بحاله. والسيد ماشي على حل شعره، كان على القليل عنده شعر. صباح الخير يا نحلة. نحلة راها تقرصك. ما انت نحلة من غير عسل، ما انت نحلة من غير عسل، تقرصيني ليه ليه يا اسمر يا اسمراني. يا ويزي حريمك وخمرك، يعني وشمتك هبلتني. يا ويزي حريمك وخمرك. اه مخلوقة، أنا خارج. وين خارج؟ للخارج. وين عندي نخرج؟ أنا باش نعمل دورة إنما وبحيث في الزقاق وبعد نولي. هاي دورة وأكلة في الزقاق. ليلة ليلة وقيلة أنت من اللي جيت الدور وتاكل. وقيل وين مكلهوي؟ هذاك هو وين الماء والهواء والضوء. ليلة ليلة غدوة نروح. هلا ويشي الراجل من اللي عرسنا اغسل وانا بها سنون وخطرتين تو من اللي جينا حك فيهم كل يوم. يا سلوى لين قلت لك اجا في ساعه؟ فهمتكم يا فاطمه. هذه هاي وليت حكايه مخطره برشا وما يتسكتش عليها ميمتي. تزير جمله واحده والنوار وبوسين اليدين حياة ردي لي مقدمة متاع زاوية إلا الدخلة والخرجة يكب عليها. أوه يا ميمتي بهي تحبشي أنا نمشي نحكي معها على الأقل ونشوف ميها وين يصب. يا سلوى أنا نقول لك شيء رفيه بعيني تقولي نشوف ميها وين يصب. أحسن حاجة أخوك يجي يخطب في ساعة فهمتني، وأنا تو نكلم خالها الكبير يجي قاعد لها راسها. شبيه المنجي لاباسة؟ لا لا لاباسة، مازلتي قام من النوم وبرا. هيك هو اتلهي بالعصافر وستنى ميمتك تعطيك المصروف. انت قال فيك احترم روحك خيلك. هو قلك راك ضيفها ما كانش متعطيك القاعة. انا ما نحكي ايبي يربي في العصافر، يربي في العصافر ولا في الجامع حاجة تمك انت. تحكي معي انا المنجي؟ ما انا ما شكون نحكي، انا نحكي مع اي جنينة جولية. ملا ملا يجرني جلي يقوى لي يا ربي تكور بغير كرة. هاي صاحبي نمشي نبدل لك الماء. يا مالك يا مالك تلقاك عطشت. يا الفاهم. يا سي الفاهم. لا بس المنظر تعيط علي. لا بس يا بابا، شنو هو تو سقط شدت لي وجهي هوني عندي؟
يبر اخويا يقعد على طاوله يلعب ايه يا سيدي نقعدوا من حد او نوقفين من حد ماكش دبر فيه لاباس نفهمها لاباس نوقف على رواقي وس المنظر زي عيط علي هاي راي بروحك بعيزه قعدك سامحني لحظه بابي فيها الو هاي سبا وانتي عايشك حتى انت وحشتك عزيز وقيل انا هو اللي عندي فيت في مخي هي اللي بدلها عفا لنا مين ان شاء الله يا ربي سهل ملا كان حينا ربي هكا الجمعه الجايه ولا اللي بعدها نجي نشوف شنو نجمو نعملو في المحل نديو شويه تحسينات ودينا والسلعه ان شاء الله يرحم ربي في اقرب وقت ها هاي شنو قلت وش قلت وش عندي يقول خيتي مرحبا بك مرحبا بك في كل وقت يعيشك سي بابوش حاسيلو وحدك هاي نخليك توا هيا تشاو ورد بالك على روحك اي رد 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 عليك متشاو ما تقوليش الحلزون من الاسكا ذي خرار مرار ماشي جاي عليه وانت ايش مداخلك سلفان واش ايش مدخلني ماشي خيط خميسه هل انا عارف خيط لان قلت لك جارتك زيد زيد تبالك مرشومه لهنا هيك نهضو ما نمشيش لخميسه نصب بك الصبر كايدي 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 وانا نمشي خيط وحدك لا معايا الجنون تو ناخذ تاكسي ولا كارس هم درجين نصب الصبه الخميس هرر خويا زعما تقد روحك تدخلش من هنا تمشي للسبيطار وحدك وترجع ما ظنيتش اخي ها بخيف نجي تضرب تقرعك في القاطع وتعرف كيفاش فاهم شنو رايك زعما كان تسمع سيكو سيكو لحسب نظنك يعرف اثنين خير منك ها مرشي ايه والليكس هي والله كيما نقول لك وراسلنا بالسمح الحاصل نا العيد هذاك يخذيته وانا بالا نعرف ولا يعرف هي لا ويش قالوا لي ثم امراه في سن الزواج قال ليهم الله يبارك يا عم العيد كيفاش تاخذ امراه هكا من غير ما ريتها حتى مره لا واش ابني يتعم باش نقعد نقلب في بنت الناس لا نعجه هي نحن بنيت عمي في برنا إنما هو بحيث عيب ناخذو وبعد نقلبو ونشوف وكما تعجبكش من بعد ترجعها أكيت يا كيت يا كيت كاش ترجعها مسجلة هي اخذيت اخذيت صي ضربوها واللي ثم إنما هو بحيث قلت أنا ماشي وشو كيكا بارك حد كي خذاني وكتب علي ما شافنيش كان بعد وين وين تلاقينا بالصدفه وانا بيع في طول الجيرين كيواني كيفاش عمو انا ما فهمت والو تعيشوا اونصبل وما تعرفهاش اي مشي دار ملي اي دار بوي الله يرحمه عمو راك ما فهمتنيش حبيت نقول لك كيفاش تعيشوا كيف كيف وما تعرفهاش وقتها انما وبحيث ما عدناش لا ما لا ذولك يا انثور بكري نمشي نخدم على رويحتي وكن روح في الليل الدنيا إنما هو بحيث ظلمة نشوف كان الخيال زهمول زيلان قولك أصل عيد هذا كي خذاني وأنا بقى ما زلت صغيرة خلاص أي وقيل عمري 31 سنة لا 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 مش 31 13 خلاص أي العم صغيرة خلاص حتى كن روح إنما هو بحيث وما الخدمة والدنيا ما زالت ذاوية أو نسهل عليه يقولوا لي هاي وين تلعب ما ديري جوارين ها يا سامحوني لا حي فدي وكصغار كيف جاوا مالا هاي هذوكم شوفي قرعة ثم وكبر انهارنا يا مروح وعرضت لي يام للبيع مدت لي لك موت وقالت لي شدها ولدك اي هذاك وانا بيع فهم ولدي تبارك الله عليه امسكين كي ولد حتى الكلاب ما تاكلوش اي لكن توتي وانا بيها هانو شباب خلاص راعيت الحاصل لك الصبي ما عجبنيش وهو صغير ما تفرزيش بينه وبين الجدي لك موته واحده تاع شعر
وزوز عيني يعني الضو وصلي وارفع صباطك. هي وهذا الكل وانا باه ومسيل ما شافني. الحاصل سيدي الصبي الفاهم هذا جاء عن مهموته. حتى كي قلت اليوم الصبي هذا لمن جاء؟ قالت لي انا وجا اليوم معه. وقتها انا فهمت القصه. هيا قولي انت جمعه ولا هو جمعتين دخلوش لنا تريسيت وضوت الدنيا. شفتها عاد مني ليها كيف توهك. ايوه وعجبتك شي عاد؟ والله واش باش نقول لك بنية عم، جمعه واحده على الضو ومن بعد طلعت بيدي سليت الخيوط وقلعت المقلط. كل اليوم سألنا الخير والبرك ان شاء الله يا ربي في كل شهر ثمان انتخابات. واش رصت ليك مشيت وحدك للسبيطار وش ما عم تشول دار سحسونة ضربات قد قد بالحوت المشوى؟ فمش غدا؟ غدا؟ لا ما تغديتش في الشارع. حوت؟ ما جابوليش حويتة؟ لا من حيت جاب حوت جاب حوت لما كنت كليتها منع براسك ان شاء الله. حاجة ببيش ما قلت ليش ذهنتش من مرض بفحاجة. حاجة سير فاهم على ذكر مرض بفحاجة وش اني رايك تو؟ ايه انا وحدنا. لا مش وحدنا معانا ربي. هاي معانا ربي وان كنت معانا ثانا صندال رد بالك ما تهور هذا يسموه التحريض على العنف السياسي. هاني لا تو تنوري ليك التهور والتحريض على العنف السياسي. الفيه علاش دنيا طفل جبال؟ مش عندي دنيا خيتي انا نشوف في نمري صندال. انا خالي وين؟ هي خيل كانوا قعد في القهوه تي دني كويستي. هي كثر خير ومسمع فرحوا بينا ودنوا لينا اكثر دينا لقشينا والسلايد والفراوله يمكن نيتي ولد اختي تيهم ومعزرت ما يعمرش الراس. باهي خيتي خليني حطنا نمشي حدا خالي في القهوه مالي حشتي بيه. أرجع الساح هلا طفلة خميسة ويش لباس عليها خالتي عجبتها القاعدة غادي نهار كل تنبر هي والفرمليات. هي فكرني غدوة داني لها كسيكسية بالحام الراس. هي عندها مدة شاهيت هي زيل كسيكسية بالحام الراس يا خالتي رب يسيق اللي اعتناه مكبر ليك يسيق ما يسيلش تاون داني هولها بالكرش. هي ايه يا طفل الفيه هلا كليت الحوتيت. هي الحمد لله كليت لما كنت ياما وكان ببشك يجي من بعد يجيب لك كويس تاي من انا عالجال انا نحس في روحي جامد من حوت المشوى. ايه ايه هات فالله جبال. هي اعمل تنقيز اجيب له كويس تاي تو وليش يقعد يستنى فيك من بعد امسكين لعب. لا لا مش لعب تعب. تعرف ياما اليوم مشد الخدمة بالبيت لكس لكس صرت الخير والبركة أكثر من تالف مية. ليه طحت في عرس؟ لا لا مش عرس الانتخابات. واشي هلا التو ما تمتش هالانتخابات تتوليش كورة ثانية. الله يعندك الحق تعرف ليش؟ عن جيل قبل كان ثم حزب واحد يلعب وحده ويمركي وحده ويربح وحده هو اللي ينزل البطولة وطوب بعد الثورة ولت برشا الأحزاب أكثر من المية. ليعتيني مقبر ليا أكثر من مية حزب واش هالكفرة وليد فاتوا ستين. صح عليك صاحبي زيو زيو عندك زوج زوينة سخصاتي يعني كان جاو عندي زوج كيفك تعرف ورحمة بوي العجز الغالي راني طاير من البلاصة البلاصة. قل لي يا أخي باش تعدي عمرك الكل تحكم على سافر. إيه نحكم على سافر يا صاحبي زيو زيو صاحبي زيو زيو يا فلي صاحبك المشي دخلوا خارج في الحلة ودي ورحمة بويا كيما قال لك بالصباح نسمع بشكون يكلم فيه هنا وعليا هو زعما نشت خايلة. يا حبيبي يا ماكش تستخايل سلمونجي. يا ربي يا كنت تكون انت انا ضميرك سلمونجي. يا حبيبي حتى من ضميري تلاقصي ست العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت
جات على بابي قابلت وضاح منها صوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي ما عرفتش نامي يا حلال الله والله يستر معك.